معايا الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي. مساء الخير واهلا وسهلا. مساء النور، اهلا يا فندم بحضرتك وبكل الساده مشاهدي البرنامج الكرام. طيب لحد دلوقتي رغم الانخفاضات في سعر صرف الدولار في السوق السوداء لسه بنقول انه السعر القائم هو سعر غير حقيقي، تتوقع حضرتك المزيد من الانخفاض ولا ايه اللي يحصل؟ يعني طبعا احنا بنتفق على ان كلنا شاهدنا من يوم الخميس يعني الاجراءات اللي حدثت في داخل مصر، طبعا ولها تترتب عليها الانخفاضات الكبيره اللي حصلت في سعر الدولار في السوق الموازي او السوق السوداء. طبعا لا يزال طبعا الدولار سعره كبير جدا ومبالغ فيه جدا جدا، يعني ولا يتناسب مع يعني لا يتناسب مع الظروف والاحوال اللي بتمر بيها الدوله المصريه. ولكن طبعا يعني انا عايز اقول اني مع يعني ايه اللي خلى الدولار يعني يزيد ويتوحش كده في السوق السوداء ويوصل للارقام الخياليه اللي احنا شفناها في الفتره الاخيره، وايه اللي خلاه ينخفض. طبعا يعني احنا عايز اقول ان الحاله النفسيه للمستثمرين، حاله التشاؤم والتفاؤل دي بتفرق جدا جدا جدا. برضه احنا بقالنا سنتين مع الازمه الاقتصاديه الصعبه من عام 2022، وطبعا يمكن الاخبار الايجابيه قليله. يمكن احنا شفنا يمكن في الاسبوع اللي فات كان في عدد من الاخبار الايجابيه مرتبطه بالاساس بمشروع سياحي ضخم هيكون في على البحر المتوسط، هيكون له عوائد دولاريه قويه، بالاضافه الى يعني الكلام الايجابي اللي جاء من بحث الصندوق النقدي الدولي اللي هي يمكن سافرت وابتدى يعني يكون في نوع من انواع المفاوضات او الحوار مستمر معاهم بشكل اونلاين، وان هم يعني تحدثوا قالوا ان مصر يعني في امكانيه ان يتضاعف قرض مصري من 3 مليار ل 6 او ممكن 10. فكل دي بنقول عليها اخبار يعني ايجابيه ادت السوق السوداء في مقتل. وانا عايز اقول طبعا ده اللي يدل يمكن ان السوق كان متعطش لمجموعه من الاخبار الايجابيه بالاضافه الى الطروحات الحكوميه وخلافه، ويعني مع يعني هدوء وتيره الصراع في غزه، ده طبعا كله هيترتب عليه في النهايه ان هنبص ان نشوف ان يعني مزيدا من الانخفاض او نتمنى مزيدا من الانخفاض في سعر الدولار في السوق السوداء. طبعا لان احنا ما نقدرش ننكر طبعا يعني ان الاسعار اللي موجود فيها دي اسعار مبالغه جدا جدا، ولا يزال رغم الانخفاض انا شايف ان اسعاره دي اسعار مبالغ فيها طبعا، وبتضر الاقتصاد وبتضر مناخ الاستثمار بشكل كبير، لان احنا عارفين كلما زاد سعر الفرق بين السعر الرسمي والسعر الغير رسمي ده بيعطل ويوقف عجله الاقتصاد بشكل كامل. كمان برضو يعني ان زي ما قلتوا من اثر الاخبار الايجابيه اللي كانت في الاسبوع اللي فات او اخر الاسبوع اللي فات، برضو حتى شفنا ان اسعار سندات مصر الدولاريه لاجل 10 سنين والاكثر واقل برضو كلها زادت يعني بشكل ملحوظ من سنت ونص لاكثر من سنت ونص طبعا. فده كله ده معناه ان يعني اشارات ايجابيه الى حد ما، اشارات ايجابيه الى حد ما يعني ممكن تهدي وتيره ارتفاع الدولار في السوق. طبعا يعني احنا عارفين ان وتيره ارتفاع الدولار لما تزيد في السوق السوداء بترتب عليها مزيدا من ارتفاع الاسعار ومزيدا من ارتفاع التضخم، والعكس صحيح. بشكرك شكرا جزيلا دكتور كريم العمدة، نورتنا في الخلاصة.